مساء الخير. السنة قابلة هاب ومكتر، بلغت موجة الحر ذروتها، كما شهدت المناطق اللبنانية أكثر من 100 حريق بسبب الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة، والتهمت النيران مساحات حرجية كبيرة، وأكبر الحرائق كانت بمنطقة بينو وغيرها من المناطق مثل الحدث، جبيل، عين قبل وصور. وقضت النيران على مساحات شاسعة من الأراضي الحرجية، وعملت سيارات الدفاع المدني على إخفاض النيران، ولكن ببعض المناطق منعت وعورة مكان الحريق وصول سيارات الدفاع المدني، فتمت الاستعانة بطوافات الجيش اللبناني، والتهمت الحرائق مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر، السنديان والزيتون. بالعودة لطقسنا، طقس صيفي حار ورطب كتير على السواحل، عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة، رطوبة عالية جداً، عم بتلامس 90%، البحر معتدل الموج وحرارة 128 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات بالمناطق الجبلية، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة بالمناطق الداخلية. ولبكرة رح يكون طقسنا غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 26، بالبقعة 19 والأرز 16. منبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن أبي سمرة 33 كمان بغلبون، فردان 32 درجة، ننتقل من بعدها إلى برج رحال 33، مرج عيون 34 درجة، دير الزهراني 33، وبنرجع منروح إلى أهدين 28 ووادي الكرم 39. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و90%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ الليلة أدناها 28 أقصاها 33، نهار الثلاثة بتتراوح بين 26 و32، ونهار الأربعة بين 27 و31 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من صنعاء 26، الرياض 44، وبغداد 49، ننتقل إلى الجزائر 33، وتونس 34، أما باريس ف 25. وهيدا كان كل شي. باي.